السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم لدينا فائدة نذكرها مع الشيخ عبد الله بن محمد بن جبرين رحمه الله في كتابه منهاج المسلم بين العلم والعمل، يقول: ضرورة العمل بالسنة الشريفة. يقول: وهكذا يلزم المسلم أن يبحث عن التكليفات الشرعية حتى يلتزم بها، وعليه أيضا أن يبحث عن المحرمات حتى يبتعد عنها ويكون على بصيرة من أمره. ولا شك أن ذلك متوفر في المسلمين الذين ظهروا في بيئة إسلامية وبينهم كتب العلم وبينهم حملة العلم وبينهم أولياء الله، فيعرفون ذلك منذ طفولتهم. ولكن الشأن، كل الشأن في التطبيق، فإنا نخاف أن نعلم ولا نعمل، وهو شر ما حذر أو ما شر ما نحذر منه وشر ما نخافه، وقد وقع كثير من الناس في هذا الأمر. فإن كثيرين إذا سألتهم عن حكم أظهروا لك بيانه وأظهروا لك أدلته، لكنهم لا يعملون به. وإذا علم المسلم الحديث فإن من واجبه العمل به، ومن رد السنة ولو كانت من السنن المستحبات اعتبر مستخفا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو اعتذر بما اعتذر به. ويقول أمثلة لإهمال جانب من السنة: إن هناك كثيرا من الناس تأتيهم الشرائع والسنن ولا يعملون بها ولا يلقون بها وينبذونها وراء ظهورهم. وسأذكر بعض الأمثلة الدالة على ترك بعض الناس لكثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك نذكر واحدة فقط، يقول: غسل اليدين قبل لعقهما. يقول: حدثني أحد الثقات أنه كان مع بعض أصدقاء له، فلما قاموا بعد الأكل لغسل أيديهم وعليها بقايا الطعام لم يلعقوها. قال: طبعا اللعق هو اللحس، يعني من ما يبقى من أثر مثلا الرز أو كذا، ليس أنه يعني يلحس الزفر وكذا، وإنما الذي يبقى من الأكل. يقول: قال أحدهم: ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها؟ ولم يتم الحديث حتى سبقوه إلى إتمامه. لكنهم قالوا: لم نألف ذلك ولا حاجة لنا الآن في لعقها، فغسلها في الحمامات أفضل ولو كانت تختلط بالقاذورات والفضلات. فهؤلاء ردوا السنة وهم يعرفونها، كما أنهم يعلمون الحديث ومع ذلك يخالفونه، ونسأل الله العافية.